بأول وصول لنسخة الرابتر من فورد بورينكو بموديل 2023. نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل. قبل لا نبدأ هذه التغطية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعنا غاليين. تغطيتنا اليوم من صالة فورد وكيلها بالمملكة الناغي، نستعرض مع بعض فورد بورينكو بموديل 2023، لكن ما هي أي نسخة، نسخة الرابتر تعتبر هي أعلى نسخة بسيارات فورد، جاءت بمواصفات مميزات جدا كثيرة. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن التفاصيل والاختلافات والمميزات اللي موجودة على نسخة الرابتر. طبعا أول حاجة تلاحظونها بالسيارة اللي هو الرادار الأمامي، أكيد بالإضافة لكاميرا أمامية من أصل عدة كاميرات محيطية ناخذ منها 360 درجة، وشعار فورد بالخط العريض بشكل تنسيق جميل، ولا ننسى الإضاءات اللي تجي على سيارات الرابتر بشكل ملحوظ. طبعا هنا مثل ما ذكرنا رادار أمامي، أكيد تنبيه التصادم الأمامي بالإضافة للرادار الخلفي، وهنا أربع حساسات أمامية في الواجهة الأمامية بشكل كامل، أربع حساسات أمامية موجودة هنا البراغي بشكل ملحوظ. هنا الإضاءات طبعا تتميز الإضاءات المتصلة اللي هنا بشكل كامل بنسخة الرابتر. هذه الواجهة الأمامية السيارة مرتفعة مستوى سطح الأرض بشكل ملحوظ. طبعا ما هي أي نسخة، ذكرنا نسخة الرابتر نسخة مميزة سواء بالتصميم الخارجي أو بالمزايا اللي موجودة أو نظام التعليق بالسيارة، فهذه كلها فيها تميز. طبعا ودي أعرف بالتحديد هنا تفاصيل السيارة، أو 437 ألف ريال هنا سعر السيارة، عجلات مقاس 37 بوصة أو 37 إنش مقاس الجنط، فما شاء الله تميز رهيب. سيارة خاصة بطرق الوعرة، سيارة أوف رود، سيارة مميزة بالتصميم الخارجي والداخلي، بالإضافة لأنها تقدر تأخذها لجميع ظروف القيادة سواء الصعبة أو السهلة، فسيارة مميزة من جميع النواحي. هنا الواجهة الأمامية بشكل كامل وهنا الجزء الجانبي. خلونا نلقي نظرة سريعة على نظام التعليق بالسيارة. هنا نظام التعليق بشكل كامل، ما شاء الله نظام تعليق رياضي بسيارة فورد رابتر، فطبيعي أساسا السيارة تعتبر سيارة رياضية. هنا كاميرا جانبية من أصل عدة كاميرات محيطية ناخذ منها 360 درجة، وإشارات انعطاف ودخول ذكي. طبعا أنا بديت بهذا اللون لأن اللون الأكثر على نسخة الرابتر، لكن في لون ثاني مميز تميزه أكثر. هذا اللون طبعا اللون هذا مميز اكثر من اللون الاورنج. رايكم باللون؟ لون يعتبر لون رهيب، ورايك. هذه الواجهه الاماميه بشكل كامل، وهنا الجزء الجانبي. طبعا مثل ما انتم ملاحظين الرفارف اللي موجوده هنا، زوايد طبعا ما شاء الله بلاستيك وصلب، ولا ننسى الصدام الامامي فولاذ ما شاء الله. هذا البراغي، خلونا نشوف النسخه العاديه وش تتميز فيها. هذيك هي النسخه العاديه، خلونا نلقي نظره سريعه عليها. السلام عليكم. وهذه النسخه العاديه، الاختلاف واضح، اختلاف طبعا اي نعم نسخة عادية نقول، لكن فيها تميز اكثر. مثل ما انتم ملاحظين الشبكة الامامي مكتوب عليه هنا بورينكو، وسيارة غير مرتفعة مثل السيارة الثانية. هنا اي نعم مرتفعة لكن بمستوى بسيط عن النسخة العادية. هنا طبعا نسخة الربع، فهنا الباب الواحد. هنا الأربع أبواب، بالعضلات الرياضية. هنا تقييم استهلاك الوقود بالسيارة،
8 كيلو فاصلة 8 لكل لتر بنزين والتقييم سيء، بنزين 95 دفع ربع مستمر 2023. نجي لهنا إمكانيات السيارة وتفاصيلها، محرك 3.0 الأحصنة 418 حصان والعزم 598 نيوتن، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 10 سرعات، وسعر السيارة 437,000 ريال. وهذه داخلية السيارة. هنا التحكم بالإنارة، المراتب التحكم فيها كهربائي أكيد. إرباقات أكيد موجودة أمامية وخلفية، حتى حزام الأمان جاي باللون الأورنج البرتقالي ما شاء الله. مقابض داخلية، مساحة تخزين. السيارة طبعا تحتاج مسكة بهذا الجزء حتى تكون طلوع ونزول فيها بكل بساطة، لكن هي في النهاية سيارة شبابية، يعني سيارة رياضية. متعدد الاستخدامات ومتعدد الأغراض. وين الجزء الخلفي؟ ما شاء الله السيارة طبعا فيها تحس انها ثقيلة كذا. منفذ 12 فولت، هذه القوايم اذا انك فكيت السقف بشكل كامل. هذه المساعدات هنا، وهنا الجنب. طبعا نفس البلاغي اللي موجود بالخارج بنفس التصميم، جاء شكله جميل. وهنا الجزء الداخلي بشكل كامل. سيارة اكيد ما شاء الله فيها رحابة وفيها مواصفات وفيها تميز اكثر. بورينكو، هذه الشاشة بشكل كامل، نظام الدفع بالسيارة، النوافذ هنا، هنا حملة الأكواب، هنا المقابض الداخلية، هنا جيروفون خلف الدركسون، عجلة القيادة مكسوة بالجلد. طبعا هنا كل الأجهزة هذه مطافات حتى إذا كان السقف مفتوح فحماية من حماية بالتحديد، نتكلم من المطر وكذا. هنا سقف السيارة، هذه البرتقالية أو الأورنج. هنا مناخ السيارة منفصل. طبعا مثل ما ذكرنا وضعيات القيادة أو نظام الدفع بالسيارة. هنا أوامر صوتية والرد على المكالمات والبثوث، وهنا الرادار وتنبيه التصادم، بالإضافة للحفاظ على المسار. الوضع الرياضي هذه كلها، طبعا كلها من المطاط بشكل كامل. الزرير هذه هنا طبعا مثل ما أنتم ملاحظين ألياف الكربون بهذه الناحية. طبعا هم ما يحتاج يحطونها، لكن كميزة موجودة على نسخة الرابتر. حتى هنا طبعا ألياف الكربون موجود، كميزة بيميز فيها نسخة الرابتر عن باقي النسخ العادية، لكن ميزوها. حتى الشنطة محطوط عليها رابتر، فما شاء الله فورد مميزين من هذه الناحية. وبس أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في التعليقات يا إن شاء الله وش السيارات اللي تبون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. يعني تخيلوا هذا الجزء ده والله فيه قساوة شوي، فخدشني بشكل كامل بالخلف. يلا حتى هنا ألياف الكربون مثل ما أنتم ملاحظين، جاء ألياف الكربون بهذا الجزء، ومتميزة فيها نسخة الرابتر، فتحة التهوية اللي موجودة هنا، فتحة التهوية اللي موجودة على غطاء المحرك، كتابة رابتر بخط العريض، طبعا مكتوب برونكو أو رابتر بكل أجزاء السيارة. يعني
كميزة لهذه النسخة، تعتبر هي أعلى فئة وأعلى مواصفات، كلها تميز وكلها مواصفات حلوة. بالنهاية أتمنى التغطية نالت إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. في أمان الله، نرجع لهذه ونفصلها مع بعض.